السلام عليكم المتتبعين الاعزاء ديالي. اليوم جيتكم بعرض لواحد الشقه جميله وكتواجد في موقع جد ممتاز. قبل ما نبدا في التفاصيل ديالها كنبغي نشكركم على الدعم ديالكم، على التشجيعات ديالكم، وعلى الكلام الطيب اللي دائما كتقولوا في حقي. شكرا لكم. قبل ما نبدا في التفاصيل ديالها، الله يجازيكم بخير. الى عجبكم المحتوى وبان لكم كيستحق التشجيعات ديالكم، فما تبخلوش عليا بالجيمات والبارطاج القناة مع العائلة والأهل والأحباب والأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. كما كتشوفوا معايا هذه الدخلة ديال الإقامة، إقامة نقية محروسة، كاين لاسانسور. بالنسبة للشقة، شقة جد ممتازة، عندها جوج واجهات. ما عليكم إلا تتبعوا لا فيديو من الأول حتى الأخر باش تعرفوا جميع المعلومات. كاين لاكاف، كاين البلاصة ديال السيارة ديالكم على بركة الله. كما كتشوفوا معايا هذه هي البارطما اللي غادي نشارك معكم اليوم. ما شاء الله بارطما جد ممتازة، على لونطخي كنلقاو سيجور تبارك الله كبير، يعني قد صالون. كما كتشوفوا معايا اونفاس معاه كاين صالون كبير. فيها جوج البيوت وصالون تبارك الله كبير، فيها سيجور تبارك الله كبير، ولا كويزين، وفيها جوج حمامات. المهم تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا جميع المعلومات. بالنسبه للشقه راه متراج كبير، وانا غادي نذكر معكم المعلومات والتفاصيل بخصوص هذه الشقه، واللي بغى يتواصل معنا يعرف معلومات اكثر مرحبا. بالنسبه للشقه عندها جوج واجهات، كتواجد في لاجيروند. الناس اللي مهتمين بشقق في لاجيروند، جات قريبه من جميع المرافق، كلشي كاين حداك. بالنسبه للمواصلات يعني راه كلشي متوفر، قريبه العين دياب، قريبه الكراج علال، قريبه للحبوس، كلشي كاين حداك. كما كتشوفوا معايا الشقه ما شاء الله، واللي بغاها حتى بالفراش ديالها مرحبا. شقة جد ممتازة ما شاء الله، السيدة تبارك الله حطتها حقها في الإصلاحات ما شاء الله، وكل حاجة في بلاصتها. هذه لاكويزين تبارك الله راه كبيرة ما شاء الله، مصلوحة نقية. وحتى الثمن راه جد مناسب بمقارنة مع الموقع فين كتواجد الشقة ديالنا. وغادي نعود معكم المعلومات بخصوص هاد الشقة هادي. بالنسبة لهاد الشقة هادي تتواجد في لاجيروند، جات قريبة من جميع المرافق، كل شي كاين حداك. بالنسبة للمواصلات راه كاين جميع المواصلات متوفرين. بالنسبة للشقة تتواجد في التروازيام ايطاج، كاين لاسانسور، إقامة نقية محروسة، كاين عندك البلاصة ديالك ديال السيارة في لاكاف. بالنسبة للشقة فيها 105 متر، شقة جميلة عندها جوج واجهات. بالنسبة للشميسة راه مشمسة على طول النهار. بالنسبة للثمن سيدة تطلب فيها 90 مليون قابلة للنقاش، اللي بغى يجي يشوفها مرحبا. ما عليكم إلا تواصلوا معنا عبر الرقم اللي غادي نخلي لكم أسفل الفيديو. ما عليكم إلا تتبعوا لا فيديو من الأول حتى الأخر باش تعرفوا جميع المعلومات وجميع التفاصيل بخصوص هاد الشقة هذه. بالنسبه للشميسه كما قلت لكم راه مشمسه، حنا راه صورنا يعني التصوير ديال العشيه، وكان الجو ديال الشتاء داكشي علاش ما بانش لكم الشميسه داخله للدار. راه الشميسه من الصباح حتى العشيه بحكم ان عندها جوج واجهات. اللي بغى يجي يشوفها مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معنا عبر الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو.
كما كتشوفوا معايا الصباغه ديال الخيال، هذه غرفه النوم. بالنسبه لغرفه النوم راه فيها البالكو، وكاين واحد المساحه كبيره، يعني اللي بغى يستغلها راه غادي يستغلها. كنتمنى يا رب دائما نكون عاد حسن الظن ديالكم، ونكون كنفيدكم ولو بشي حاجه بسيطه. وإلى عجبكم المحتوى ما تنسونيش من الجيمات والبارطاج القناه مع العائله والاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، وتشجعوني حتى انا حتى اكثر ونزيد نجيب لكم الجديد. وراه دائما كاين الجديد، ودائما كاين بارطاج في متناول الجميع. ان شاء الله غادي نشاركها معكم. كما كتشوفوا معايا هنا كاين عندنا البالكو، وكاين هاد المساحه، يعني راه تبارك الله مساحه كبيره، اللي بغى يستغل هاد دريسينغ هكا راه تجي ممتازه. ودابا غادي نطلعوا للسطح باش نشاركوا معكم السطح ان شاء الله. وبالنسبه للسطح راه سطح مشترك، يعني لجميع السكان ديال هاد الاقامه هادي. كما كتشوفوا معايا هذا السطح، وهذا المحيط ديال الشقه ديالنا. كنتمنى نكون فدتكم ولو بشي حاجه بسيطه. الناس اللي كيتواصلوا معايا في الواتساب الله يجازيكم بخير، اللي ما جاوبتوش يعيط لينا ولا يخلي لي ميساج في الواتساب راه غادي نجاوبكم. راكم عارفين كيكون الضغط على الواتساب داكشي علاش ما كنقدرش نجاوب الناس كاملين. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى ان نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون خفيفه على قلوبكم يا رب. وراه كاين بارطاجات ان شاء الله غادي نشاركهم معكم في متناول الجميع. الله يسهل على الجميع يا رب، والله ييسر الامور للجميع. والى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله. نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال يا رب.